أهلا وسهلا أصدقائي، من هنا من قصر القلاقلا، وبالخصوص من مجموعة مدارس أم البنين بالسيفة. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، وأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كعادتها وفي كل سنة، واحتفاء بذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة، نظمت مؤسستنا أنشطة متنوعة ابتداء من القسم وانتهاء بالساحة، حيث تمت محاكاة وتجسيد هذا الحدث التاريخي. النشيد الوطني. أرسلوا دمت منتداه وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب لب نداك، في فمي وفي دمي هواك، ترى نور ونار للعلا السعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا، بشعار الله الوطن الملك. ما هي المسيرة الخضراء؟ المسيرة الخضراء اسم أطلق على تظاهر جماهيرية نظمها المغرب في شهر نوفمبر لعام 1975 بحكم إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء، وهو إقليم شبه حضري كان واقعا تحت وطأة الاحتلال الإسباني آنذاك. المسيرة الخضراء هي ذلك الزحف العظيم الضخم لعدد كبير من المغاربة، رجال ونساء وأطفال، نحو الإقليم الصحراوي التي كانت تحتلها إسبانيا، وهي مسيرة سلمية اتخذت من القرآن الكريم سلاحا للدفاع عن الحق، ومن سلم أسلوبا لتحرير الأراضي مغتصبة أبدعها جلالة الملك الغفور له حسن الثاني. في مساء يوم الأربعاء 1 ذي القعدة 1395 موافق 5 نوفمبر 1975 من مدينة أكادير، أعطى صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه الإشارة بانطلاق المسيرة الخضراء، مسيرة فتح الصحراء، وخاطب متطوعي ومتطوعات المسيرة الخضراء قائلا: شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطعون أرضا من أراضيكم، وستلمسون رملا من رمالكم، وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. لماذا سميت هذه المسيرة بالخضراء؟ سميت المسيرة بالخضراء لأنها مسيرة سلمية لم يستعمل فيها السلاح، بل كان السلاح هو المصاحف والإعلام الوطنية. فعندما ألقى الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله خطابه، افتتحه بالآية الكريمة: فإذا عزمت فتوكل على الله، بدأ المشاركون الذين بلغ عددهم 350,000 مغربي ومغربية
مية وعشرة في مائة منهم من نساء السير نحو الصحراء العديدة. وعندما عبروا حدود الوهمية صلوا جميعا ركعتان وركضوا إلى الأمام يعانقون أرض صحرائهم. إعلان عن توقف المسيرة ومعاهدة المدريد يوم 9 نوفمبر 1975 يعلن الملك الحسن الثاني أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها وطلبت منها المشاركين في المسيرة الرجوع إلى نقطة انطلاق أي مدينة طرفاية. وفي يوم 14 نوفمبر 1975 يوقع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاق استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمها الجنوبية وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العالمية للأمم المتحدة. قسم المسيرة الخضراء. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم. أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء. أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء. مكافحاً عن وحدة وطني من البغاة إلى الصحراء. مكافحاً عن وحدة وطني من البغاة. أقسم بالله
وفي خضم هذا الحماس المنقطع نظيري، والذي تجند له الجميع في مؤسستنا العتيدة، مجموعة مدارس أم البنين بالسيفة، بأطره الإدارية والتربوية وجميع تلميذاته وتلاميذه، الكل واقف، الكل يردد الأناشيد الوطنية، الكل يتحدث عن الحدث التاريخي الذي سوف يتحدث عنه التاريخ، وعن عظمته في الماضي والحاضر والمستقبل. وفي الأخير قمنا بتجسيد هذا الحدث العظيم، وذلك عبر مسيرة رمزية داخل ساحة المدرسة، مقلدين مسيرة أجدادنا إثر تلبيتهم لنداء المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. أسحب أخونا قلنا لك ما ليكونا.